تواصل وزارة الداخلية تفعيل مبادرة كلنا واحد في مختلف المحافظات، حيث تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان المواقع الخدمية للمبادرة في محافظة الغربية. كما تم تسيير قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي بالأقسام والمراكز. في إطار مواصلة تفعيل مبادرة كلنا واحد والتي تهدف إلى دعم وتأكيد الترابط مع فئات المجتمع كافة، فقد قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الغربية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين والخدمات المقدمة لهم، لا سيما لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مدى ملائمة أماكن الاحتجاز للاشتراطات الفنية. كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية متضمنة كافة التخصصات للكشف على المحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية وكذلك العاملين بها.